للمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلينا من مرسيليا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية. خالد أهلا بك معنا في هذا اليوم. يعني نشر أكثر من 130 ألف جندي مدربين على مواجهة أعمال العنف كما يقال أو جاء في الخبر يومي 13 والرابع عشر من يوليو الجاري، وبعد أعمال العنف التي شهدناها يوم أمس، كيف تضعنا في صورة الاحتفالات بهذا اليوم لديك في مرسيليا؟ نعم رعد، بعد التحية، أشهد احتفالات الرابع عشر من يوليو كل عام بعض من أعمال العنف والشغب، ولكن إجراءات استثنائية هذا العام وبصفة خاصة بعد أن شهدت المدن الفرنسية أعمال عنف وتخريب وتكسير، قررت على أثرها الحكومة الفرنسية حالة الاستنفار وتوفير 130 ألف جندي وتركي، بالإضافة إلى طائرات مروحية وطائرات بدون طيار ومدرعات في الشوارع الفرنسية تنتشر من أجل منع أعمال العنف. في ليلة الأمس نستطيع القول أنها يعني مرت بسلام، التخوف رعد، كل التخوف من هذه الليلة والتي ستشهد فيها بعض من المدن الفرنسية الألعاب النارية، ومدن أخرى قررت منع الأعمال الألعاب النارية، منها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وأيضا مدينة نيم الفرنسية قررت أن تكون الاحتفالات ليست بالألعاب النارية ولكن عن طريق الطائرات بدون طيار أو الدرون في سماء مدينة نيم، تخوفا من حدوث حرائق نظرا لارتفاع درجات الحرارة. الشرطة الفرنسية أو قوات الشرطة الفرنسية ووزارة الداخلية ارتأت أن تتخذ السلطات المحلية قرار الاحتفال بالألعاب النارية أم لا، سيترك لكل مدينة الحق في هذا. تشاهد من خلفي الاستعدادات جارية هنا، وأنا أحدثك من أمام بلد سيليا التي قرر عمدة المدينة بنوابيون الاحتفال بالألعاب النارية مساء اليوم من تمام العاشرة مساء بتوقيت باريس، 11 بتوقيت القاهرة، وأيضا هناك احتفال عسكري، احتفال للجيوش التي تشهد جادة الشانزليزيه الآن سيكون هنا من خلفي. تم إخلاء الشارع الرئيسي بالبلدية أو من أمام البلدية حيث سيتم الاحتفال أيضا بالجيوش الفرنسية ببعض من المدن الفرنسية من بينها مدينة مرسيليا. أجواء استثنائية، 130 ألف كل ليلة، 45 ألف شرطي ودرجي متواجد من بينهم 10,000 بالعاصمة الفرنسية باريس. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لغى أو أجل كلمته التي وصفها بعض من المحللين تأتي نتيجة لتخوفه من حدوث أعمال عنف اليوم، ولهذا هو ينتظر وقام بتأجيل هذه الكلمة بعد انتهاء هذا الاحتفال الذي يتمناه الفرنسيين احتفالا رائعا تتماشى مع إرادة الفرنسيين التي انتصروا من خلالها على الملكية وتم إعلان الجمهورية الخامسة، ولهذا نستطيع القول أن عيد الوطني الفرنسي في الرابع عشر هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للفرنسيين. والرئيس الفرنسي استقبل رئيس الوزراء الهندي واعتبره شريك عملاق، تاريخ العالم هو له دور حاسم للمستقبل وهو يمثل، وربما اتضح ذلك باستخدام بقلب الهند لقطعات عسكرية استعرضت هذا اليوم ضمن استعراض اليوم العيد الوطني لفرنسا. أكيد خالد سنقف معك على تفاصيل أخرى في هذا اليوم الهام في فرنسا بالتأكيد، وتفاصيل ماذا سيحدث هذه الليلة لديك في مرسيليا. خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وهذه الإيضاحات.